السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا بزاف، شكرا للناس اللي زولوا فيا بزاف، قالوا لي علاش ما بقيتش كتبان في القناه ديالك، وعلاش ما بقيتيش كتلوح الفيديوهات ديال الفكاهه والفيديوهات ديالك، علاش ما بقيتش كتبان فيهم، وعلاش ما بقيتش كتلوح لي فيديو بزاف. انا نشرح لكم اخوتي علاش ما بقيتش نلوح لي فيديو بزاف. ما بقيتش نلوح لي فيديو بزاف لحقاش شهر 7 وشهر 8 كانت عندنا لا هوت سيزون، كانت الخدمه بزاف، وما عنديش الوقت للتصوير وما عنديش الوقت للمونتاج. هذاك الشيء علاش ما بنتش بزاف وما درتش فيديوهات بزاف في هذا الصيف. نتمنى باش نكون خفيف ظريف في هذا الصيف هذا ان شاء الله، ولكن ما تنساوش راه نوعدكم بالجديد هذا الشهر 9 ان شاء الله. من الفيديو من هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات جداد، وغادي نكون ان شاء الله ديما ديما انا في حسن الظن ديالكم ورا الجديد ديما في القناه. النقطه اخرى بغيت نطرق لها هي انني راه صافي مخالفه وحده مشات من عندي، بقى دابا عندي مخالفه وحده وانا رافع دعوه على هذه المخالفه الثانيه اللي هي عباره عن مخالفه. ما هي مخالفه؟ ما حتى حاجه، هي انني هزيت واحد الفيديو ديال واحد الفنان، فيديو عادي درت ليه مونتاج وداكشي كما كندير ديما وبلغ بيا. المهم انا وياه دابا في الدوليه اليوتيوب، دابا راه كرجع هذيك المخالفه. اما بالنسبه للجديد فانتظروا الجديد ان شاء الله، راه كاين الجديد. وخا كنت غابر هو ما غابرش، قلبي وعقلي ديما معكم، وايضا القناه ديالي راه ديما كندعمكم وديما حاضر في الفيديو ديالكم، راه كنتفرج في الفيديو ديالكم كاع اصحاب القنوات، وكنعتذر بزاف على هاد طول الغياب، ولكن من هنا لقدام ان شاء الله غادي يكون الجديد ان شاء الله، وانتظرونا ان شاء الله في الجديد. وهذا اللي كان، ونتمنى لكم التوفيق في القنوات ديالكم، اللي عنده قناه واللي ما عندوش القناه نتمنى التوفيق في الحياه ديالو في اي حاجه تمناها يا رب. يلا، كان معكم رشيد رزار، والى فيديو اخر بحول الله.